مرت السنة بسرعة، صح؟ تخطينا فصل الصيف وهو فصل به الكثير من الأخبار الرائعة، وأنا أعني حقاً الكثير من الأخبار. لكن صيف هذا العام كان مختلفاً تماماً، لأنه لم يحمل معه الكثير من الأخبار فحسب، بل كانت أخباراً منتظرة لم تكن متوقعة خصوصاً لمحبي كارتون نتورك. لذا استعدوا لأنكم على موعد مع حلقة أخرى من سلسلة ملخص أخبار الشهر، حيث نلخص أهم أخبار الكرتون التي حصلت خلال الشهر الفائت. أي شهر فائت عبدو؟ قل 6 شهور فائتة. حسناً، أصبح الطبيعي من أنيميتس هو التأخر في التنزيل، ألم تتعودوا على هذا؟ لا جدياً، أصبحت صناعة الفيديوهات تأخذ وقتاً طويلاً بسبب تدقيقنا على جودة الكتابة والمونتاج والساوند ديزاين. مثلاً آخر فيديو من فيونا وكيك أخذت كتابته 3 أسابيع، واستغرق مونتاجه شهراً ونصف من طرف 2 من الإيديتورز يعملان عليه في نفس الوقت. فيديوهاتنا القديمة كنا ننهيها أحياناً في 2 أسبوع فقط بكل ما تتضمنه من كتابة وتسجيل ومونتاج، ولكننا رفعنا جودة كل شيء في الفيديوهات الأخيرة، لذا الحفاظ على تقديم جودة عالية لكم كان من أهم أسباب التأخير، إضافة إلى أن فيونا وكيك جعلتنا نؤجل العمل على أمور كثيرة. ولكن بحكم أننا انتهينا من فيونا وكيك حالياً، ها نحن نعود لسلسلة الأخبار، وصدقوني ستنصدمون من كمية الفيديوهات التي ستنزل تباعاً في الفترة القادمة. عموماً بحكم أننا في بداية شهر سبتمبر، إليكم ملخصاً سريعاً لكل الشهور التي قطعنا عنها بدءاً من فبراير وصولاً لأغسطس 2024. بدأ فبراير مع صدور فيلمين وهما The Tiger's Apprentice من Paramount و Orion and the Dark من DreamWorks. بصراحة لم أشاهد فيلم Paramount لأني لست من محبي الأساطير الصينية، لكني شاهدت فيلم Orion وكان لطيفا حقا، ليس من أفضل إنتاجات DreamWorks لكنه جيد لتمضية الوقت. نعود لباراماونت حيث بدأ عرض كرتون Rock Paper Scissors على قناة نيكلوديان، وهو كرتون يحكي عن مغامرات الحجر والورقة والمقص في عالم من البشر والشخصيات الغريبة. شاهدت بعض الحلقات لأعطيكم انطباعا، وباختصار كأنهم خلطوا بينكي مالينكي وبيكل اند بينات والعرض العادي مع كوميديا نيكلوديان المعتادة، وبوم حصلوا على فكرة إبداعية عن الحجر والورقة والمقص. هذه أكثر فكرة إبداعية أراها في حياتي. وإلى ديزني بلس حيث صدر مسلسل آي واجو، وهو مسلسل نيجيري عن فتاة تواجه عدوا يحاول اختطافها في مدينة متطورة في نيجيريا. الأنيميشن يذكرني بمسلسل نتفليكس My Dad the Bounty Hunter، وأنا سعيد لرؤية أن الشركات صارت تعطي الأعراق الأخرى مساحة لرواية قصصهم الخاصة بدلا من تغيير الشخصيات المعروفة. كان يفترض أن يحصل هذا منذ البداية حتى لا نرى كوارث مثل هذا. ننتقل إلى مارس، وتذكرون ميجاماين؟ لقد حصل على فيلم جديد وسلسلة تكميلية، وكلاهما حصل على تقييمات سيئة لضعف الإنتاج والاسترخاص فيه. تخيلوا أنكم تملكون عنوانا شهيرا، فبدلا من إكماله بميزانية ضخمة وعرضه في السينما تسترخصون وتسلمونه للمنصات لتحشوه بالمحتويات التي لن يشاهدها أحد. هذا بالضبط ما حصل مع ميجاماين. نبقى مع DreamWorks حيث صدر تريلر فيلم The Wild Robot، والصراحة التريلر أبهرني. الفيلم سيحكي عن الروبوت روز الذي يجد نفسه على جزيرة مهجورة فيضطر للتكيف مع بيئتها والتفاعل مع حيواناتها. قد يذكركم شكل الروبوت وأسلوب الرسم بأفلام جيبلي أو فيلم ديزني وول-إي، وهذا لأنه بالفعل مقتبس منهما على ما يبدو. من المقرر بدء عرضه في 26 سبتمبر في صالات السينما. أما لمحبي السوبر هيروز فقد كان مارس شهرا ممتعا مع بدء عرض مسلسلين منتظرين، القسم الثاني من الموسم الثاني من إنفينسيبل ومسلسل X-Men 97. فكانت عودة كرتون الX-Men بعد مرور أكثر من 25 عاما مفاجأة الموسم، حيث حقق نجاحا كبيرا وصار واحدا من أعلى مسلسلات مارفل تقييما ومن أفضل إنتاجات هذا العام. ولمن يتساءل، لا تحتاج لمشاهدته سوى أن تشاهد سلسلة التسعينيات لأنه يعتبر مكملا لها. من الجيد أنه ليس عددا ضخما من الأفلام هذه المرة. وإلى شهر أبريل مع صدور تريلر فيلم Transformers 1 الذي يعتبر أول فيلم أنيميشن طويل للسلسلة منذ عقود. بصراحة كنت متحمساً للفيلم قبل التريلر، لكن قل حماسي لأن أسلوب الأنيميشن غير محبب بالنسبة لي، هذا غير النكات الكثيرة التي أظهرت أن الفيلم سيكون كوميدياً. عموماً من المقرر بدء عرضه في صالات السينما في 20 سبتمبر. ما زلنا في أبريل حيث صدر الجزء الرابع من كونغ فو باندا في السينما، وكانت مشاعري متناقضة حوله، فكان جزء مني متحمس له وجزء متخوف بسبب وجود شخصية أخرى تلعب دور البطولة برفقة بو. لكن بعد مشاهدتي له وجدت أن الفيلم مقبول، لكن
الذين اعتبروا هذا الجزء أسوأ جزء في السلسلة، مع أنه حقق نجاحا كبيرا في شباك التذاكر. نكمل مع المسلسلات، حيث صدر القسم الأول من الموسم الثاني للنينجاغو نهوض التنانين، ومن المتوقع عرض القسم الثاني منه لاحقا هذا العام على نتفليكس ومنصات أخرى. حسنا، لن أضيف على كلامي السابق عن حلب نينجاغو، لكن لفت نظري هذا التعليق. نصيحة، شاهدوا بالإنجليزي لأن جودة الدبلجة انخفضت. فعلا يا جماعة، ما قصة دبلجة نينجاغو؟ انخفضت جدا لدرجة أنها صارت غير قابلة للمشاهدة، وأكيد لن أشاهده مدبلج لأني لست مستعدا لسماع هذا. سنركب عائلتي هيت ويف. تمهلي تمهلي، أين سأجلس؟ بالطبع مكانك بجانبي. أما الآن لشهر مايو مع عرض فيلمين عن الحيوانات، وهما فيلم غارفيلد في صالات السينما وفيلم ثيلما ذا يونيكورن على نتفليكس، الذي يحكي عن المهرة ثيلما التي يحدث لها حادث يغير شكلها لتصبح يونيكورن ثم تتغير حياتها للأبد. لا أدري، لكنه يبدو لي فيلما طفوليا وموجها للبنات أو محبي ماي ليتل بوني إن كنتم تفهمون قصدي. لهذا لم أهتم بمشاهدته، وتقييماته لا تبدو مبشرة أبدا حتى. أما عن غارفيلد فكان فيلما لطيفا ومناسبا للمشاهدة العائلية، لكن مشكلته سيجعلك تجوع وتشتهي اللازانيا. وهي، شاركت في دبلجته العربية الرسمية بدور ثانوي وكانت تجربة جميلة. ننتقل إلى يوتيوب، حيث صدرت الحلقة الثانية من أشهر مسلسل أنيميشن مستقل في العالم، The Amazing Digital Circus. ولما قلت مسلسل؟ لأنه أخيراً يا جماعة أعطي الضوء الأخضر لإنتاج موسم كامل منه، وهذا شيء منطقي بعد نجاحه الكبير في حلقته التجريبية الأولى. أما بخصوص الحلقة الثانية فلم تخيب أملي أبداً. أكثر ما أعجبني هو أن الحلقة اتخذت أسلوباً مختلفاً، حيث تعرفنا على شخصية جديدة وكانت نهايتها مفاجئة جداً. وحققت الحلقة نجاحاً آخر بحصولها على 120 مليون مشاهدة. أنا سعيد حقاً لتحول هذا العمل إلى سلسلة كاملة، وكل ما أتمناه هو أن يستمر بتصاعد مستواه حلقة تلو الأخرى. وقريبا سننزل فيديوهات لشرح وتحليل أحداثه بالتفصيل، لذا كونوا مستعدين. نستكمل الأخبار مع إحياء المسلسلات القديمة، حيث عرض الموسم السابع الجديد من مسلسل الجاسوسات لأول مرة على قناة جولي الفرنسية. بصراحة لم يعجبني أسلوب الأنيميشن الجديد، رغم أن الموسم يعتبر تكملة، إلا أن أسلوب الرسم الجديد صغر من شكل الجاسوسات وجعلهن تبدين فتيات ثانوية أو متوسطة بدلا من فتيات جامعة، وهذه سلبية بالنسبة لي، ولا أظنني سأعطيه فرصة بسبب هذا. وإلى آخر أخبار مايو، حيث أعلن عن تجديد سلسلة يحيى أنجلو لموسم سادس. كنت أعشق يحيى أنجلو عندما كان يعرض على كارتون نتورك، وأتمنى أن يكون الموسم الجديد بمثابة عودة جيدة له. من المقرر عرضه في فرنسا وألمانيا في أوائل عام 2026. ننتقل إلى يونيو، شهر الأخبار الصادمة. أولا، صدر تريلر مسلسل توم بريدر أسطورة لارا كروفت. ولارا كروفت هي بطلة سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة توم بريدر. أحداث المسلسل ستكون ما بعد أحداث الألعاب، ومن المقرر عرضه في 10 أكتوبر القادم على نتفليكس. وأتمنى أن تنجح مثل مسلسل أركين. وبالحديث عن أركين، شهر يونيو كان حافلا بالأخبار عنه، فقد صدر تريلر الموسم الثاني الذي أوضح أن هناك تحسنا ملحوظا في جودة الأنيميشن، وكذلك أن القصة ستأخذ منحا متشابكا وانتقاميا من جينكس بعدما حدث في الموسم الأول. كذلك كشف التريلر أن الموسم الثاني سيكون الأخير، لكن لا تخافوا، لأن الكاتب أكد أن هناك مسلسلات جديدة قادمة، وأن نهاية أركين ما هي إلا بداية لقصص أخرى مقتبسة من لعبة League of Legends. ولمن يسأل، فنعم، قمت بتسجيل دوري بشخصية إيكو في النسخة العربية للموسم الثاني، لكن للأسف كما تم التلميح في الموسم الأول ستتطور العلاقات الملونة في الموسم الثاني، لذا وجب التنويه. نستكمل أخبار مسلسلات الأنيميشن المقتبسة من الألعاب مع صدور تريلر مسلسل Among Us. أظهر التريلر أسلوب الأنيميشن مع الشخصيات الذين سيتميز كل واحد منهم بدور ولباس مختلف. كذلك أظهر لنا أن الأحداث ستكون مترابطة. أنا متحمس لمشاهدته، وأكثر ما يحمسني له هو أنه من تأليف أوين دينيس. نعم، كما سمعتم، أوين دينيس مؤلف مسلسل كارتون نتورك Infinity Train هو مؤلف سلسلة Among Us، وأرى أن أجواء العمل وفكرته تناسب أوين بشدة.
نستكمل يونيو مع عرض فيلمين وهما Ultraman Rising على نتفليكس والجزء الثاني من فيلم Inside Out في صالات السينما. وهذه المرة نجحت ديزني في إنتاج فيلم جيد بعد سلسلة كبيرة من الإخفاقات. لم أشاهد الفيلم لكن حسب ما سمعت الفيلم قد يتفوق على الجزء الأول حتى. ولمن يسأل فنعم الفيلم مناسب للمشاهدة العائلية وأتمنى أن تستمر ديزني على هذا النحو. أما عن فيلم Ultraman فقد شاهدته وأعجبني وهو مناسب للمشاهدة العائلية، كما أن نهايته توحي بوجود تكملة مستقبلية. وإلى أخبار يونيو الصادمة، حيث أعلنت Warner Brothers Discovery في مهرجان أنسي عن مفاجأة صادمة جدا. تم الإعلان عن فيلم جديد لوقت المغامرة. سمعتم هذا بشكل صحيح، بعدما حصلت معظم عروض كارتون نتورك الشهيرة على فيلمها الخاص، أخيرا جاء دور وقت المغامرة. الفيلم ستشارك في إنتاجه ريبيكا شوغر مؤلفة ستيفن يونيفرس، وباتريك ماكيل مؤلف خلف حائط الحديقة، وطبعا آدم موتو مؤلف فيونا وكيك. لا توجد تفاصيل كثيرة حول ما إذا كان سيصدر الفيلم في السينما أو على منصة ماكس أو عن ماذا سيدور الفيلم، لكن مشاركة باتريك ماكيل وحدها جعلتني متحمسا له. يا رجل سيكون عظيما لو ركز الفيلم على الصراع البشري الذي أدى لحرب الفطر، فقد تخيلوا هذا. ظننتم أن هذا كل شيء؟ لم تنتهي أخبار وقت المغامرة يا جماعة، فقد أعلنوا عن سلسلتين جديدتين، سلسلة للأطفال من منظور بيمو بعنوان هيو بيمو، وسلسلة سايد كويست والتي سترجعنا إلى الأيام الأولى لمغامرات فين وهو طفل مع جيك. السلسلة غالبا ستكون حلقاتها مستقلة، بمعنى أن كل حلقة ستكون وكأنها فيلم قصير منفصل بذاته. وإذا سألتموني أنا متحمس للفيلم أكثر من السلسلتين، لأن إحدى السلسلتين للأطفال والأخرى لا توجد فيها قصة متتابعة. أما بخصوص آخر التحديثات عن الموسم الثاني من فيونا وكيك فسيتكون من 10 حلقات أيضا، وسيواصل الأحداث من نهاية الموسم الأول، ومن المتوقع عرضه العام القادم. أما المفاجأة الكبرى في أنسي فكانت عودة جي جي كوينتل مؤلف العرض العادي، ليس بسلسلة واحدة بل باثنتين، وهما سلسلة سوبر ميوتنت ماجيك أكاديمي والتي ستعرض على أدولت سويم، وسلسلة جديدة مقتبسة من العرض العادي. نعم العرض العادي سيعود، وعودته ستكون مختلفة مع شخصيات جديدة، وهذا من أجمل الأخبار التي سمعتها. شخصيا فرحت للمؤلف، فبعد إلغاء مسلسله Close Enough اختفى ولم نسمع عنه أي خبر، ومن الجميل عودته بسلسلتين جديدتين. أما بالنسبة لجامبول فقد أعلن أخيرا أن الموسم السابع سيعرض بين عامي 2025 و2026، وهذا أبعد مما كنا نتصور. أجل يبدو أن الموسم السابع سيتأخر إلى ما بعد الفيلم. أما الفيلم فلا يزال قيد الإنتاج بحسب كلام المؤلف، ولا نعرف متى سيصدر ولا أين سيصدر، لكن يبدو أن صدوره اقترب جدا لأنه في مرحلة الإنتاج منذ بداية 2021، ومؤخرا كان معروضا للبيع على منصات العرض المختلفة. أما الآن إلى شهر يوليو، حيث بدأ عرض الجزء الرابع من Despicable Me، وهذه السلسلة لا تفشل أبدا في تحقيق إيرادات عالية، لكن حسب ما سمعت لقد بدأت تفقد بريقها. فبعض الناس يرون أن هذا الجزء سطحي وعبارة عن مجموعة من المواقف الكوميدية بدون أي قصة حقيقية، ورغم هذا لا أعتقد أنهم سيتوقفون عن حلبه. أعني حرفيا استوديو إلومينيشن يعتمد على المينيونز كثيرا لدرجة أنه لا ينتج أي عنوان أصلي جديد إلا نادرا، وأظن أنهم لو غيروا اسم الاستوديو إلى استوديو المينيونز لن يلاحظ أحد. ننتقل إلى إصدارات يوليو للبالغين، حيث صدر الموسم الثاني من هيت مونكي على منصتي هولو وديزني بلس. هذا المسلسل كان من أفضل إنتاجات 2021، وصديقي وان أوفلاين قال لي أنه يستحق المتابعة فعلا، لكنه مليء بالدموية والتفنن في القتل. وفي سياق آخر وافقت شركة بارامونت المالكة لنيكلوديان على الاندماج مع شركة سكاي دانس المالكة لسكاي دانس أنيميشن، مما سيكون لنا شركة جديدة تحمل اسم نيو بارامونت. كما حددوا تخفيضات كبيرة في التكاليف قد تصل لأكثر من ملياري دولار، وهذا يعني أننا سنرى أعمالا كثيرة تلغى مثل ما حدث مع Warner Discovery. من المتوقع اكتمال الاندماج رسميا في الربع الثالث من العام القادم، ولعله يكون فأل خير على نيكلوديان لتعود لمنافسة كارتون نتورك وديزني. وبالحديث عن سكاي دانس أنيميشن فقد صدر في يوليو تريلر فيلمهم الجديد Spellbound، وهو ثاني أفلامهم الطويلة، والذي يحكي قصة إيليان ابنة الأسرة
الحاكمة التي تتغير حياتها بعدما يتحول والدها إلى وحوش، فتنطلق في مهمة لإنقاذهما وحماية مملكتها. من المقرر عرضه في 22 نوفمبر على نتفليكس. نرجع لمسلسلات البالغين مع صدور التريلر الأول لمسلسل دي سي الجديد Creature Commandos، والذي يحكي قصصا عن فرقة غريبة من الوحوش، ومن التريلر أرى أنه يبشر بالخير، كما أن الأنيميشن رائع ومناسب. المسلسل سيتكون من 7 حلقات من كتابة جيمس غان، ويعتبر أول مسلسل أنيميشن ضمن عالم دي سي الجديد تحت قيادته. من المقرر صدوره في ديسمبر من هذا العام على منصة ماكس. نكمل يوليو مع ديزني، حيث بدأ عرض سلسلتها الجديدة بريموز على قناة ديزني الأمريكية، والتي تحكي عن فتاة و12 من أبناء عمومتها في أجواء لاتينية صيفية. لكن لما أشعر أنها نسخة رخيصة من كازا غراندي ومنزل لاود؟ لا أدري. وإلى خبر رائع مع صدور كتاب بيل سايفر بعنوان The Book of Bill، وهو من كتابة مؤلف Gravity Falls أليكس هيرتش، ويحكي عن عودة بيل سايفر لرواية قصته من منظوره الخاص، ويكشف عن حقائق وجوانب لم ترى في المسلسل، سواء بسبب التصنيف العمري للمسلسل أو بسبب عدد الحلقات. وهذا شيء لطالما كنت أريده، وهو أن نستكشف أي عمل من منظور الأشرار. وإذا أردتم معرفة المزيد عن كتاب بيل سايفر، يمكنكم مشاهدة هذا الفيديو الرائع من صديقي وان أوفلاين. أيضا هناك أخبار سابقة تفيد بوجود محادثات بين أليكس هيرتش وديزني لإحياء Gravity Falls، وبصراحة لا أستبعد هذا، خاصة بعد إحياء فارس وفادي. لكن كل ما أريده أن تكون العودة بفكرة جيدة، وليس عودة لمجرد العودة. أما الآن وآخر خبر قبل أغسطس، أعلن عن تجديد مسلسل Invincible رسميا لموسم رابع، وتجديده شيء متوقع لأن الكوميك مكون من 144 عدد، وحسب كلام مؤلف Invincible قد يحتاج من 7 إلى 8 مواسم كي ينهيه. لكن السؤال هو Season 3. نبدأ سريعا مع الخبر الأول. في الأول من أغسطس حصل شيء غريب يا جماعة، حيث صدرت آخر 4 حلقات من كريغ من الجدول على منصة هولو الأمريكية. الغريب هو أن الحلقات حذفت بعد ساعات قليلة من إضافتها، وعلى ما يبدو أنها توفرت عن طريق الخطأ قبل موعد عرضها على القناة ومنصة ماكس. ورغم حذفها يمكن أن نعتبر كريغ من الجدول انتهى رسميا، لأن الحلقات تسربت على الإنترنت وصارت في كل مكان. وهكذا نودع عملا آخر من أعمال كارتون نتورك الأصلية، والذي بصراحة لم أشاهده كثيرا. المهم، من المقرر أن تعرض الحلقات على كارتون نتورك الأمريكية ومنصة ماكس في خريف هذا العام. وإلى الخبر الثاني. في الأول من أغسطس صدرت السلسلة المنتظرة باتمان كيبد كروسيدر على برايم فيديو. السلسلة تحكي عن بروس وين في حقبة الأربعينيات، وهو في عامه الأول كباتمان، حيث يواجه أعداءه المعروفين ويكافح الجريمة والفساد في مدينة غوثام التي لا تزال غير معتادة على ظهوره. السلسلة من إنتاج بروس تيم الذي عمل على سلسلة التسعينيات باتمان The Animated Series، وتعيد إحياء أسلوبها الكلاسيكي لكن بطريقة أكثر سوداوية وموجهة لجمهور أكبر. بصراحة بعد مشاهدتي لها السلسلة جيدة، لكنها ليست أفضل شيء. أول 5 حلقات لم أشعر بالسوداوية التي توقعتها، لكن الوضع تحسن لاحقا في آخر 5 حلقات. أما الأنيميشن بالرغم من تشابهه، لكن شعرت أنه كان كسولا مقارنة بتحريك سلسلة التسعينيات. كذلك حصل تغيير كبير في بعض الشخصيات لم أستطع تقبله، مثلا البطريق تغير جنسه من ذكر لأنثى، هارلي كوين صارت آسيوية وحصلت على تصميم جديد كليا، المفوض جوردن وابنته باربرا تغير عرقهما وصار ألفريد دبا ذا ملامح معتادة. هذه التغييرات لا تعني أنها ستظل هكذا في السلاسل والأفلام القادمة. الأمر أشبه بالكوميك، تحصل تغييرات بين نسخة وأخرى وكأنها تدور في عالم موازي. عموما إن كنتم تنوون مشاهدة السلسلة أنصحكم بتجاوز الحلقة 5 لأنها مليئة بالألوان. وإلى الخبر الثالث. في 2 أغسطس صدر فيلم ساندي أمور إنقاذ قاع الهامور على منصة نتفليكس، وفيه ينطلق سبونج بوب وساندي في مغامرة إلى تكساس لإنقاذ قاع الهامور بعد أن جرف من المحيط. وعندما يصلان إلى هناك يلتقيان بعائلة ساندي ويتعاونون جميعا لإنقاذ الموقف. الأنيميشن في الفيلم يبدو رخيصا، ويذكرني بأنيميشن فيلم The سبونج بوب موفي سبونج أوت أوف ووتر، رغم الفارق الزمني بينهما. كما حصل الفيلم على تقييمات سيئة من الجمهور على موقع Rotten Tomatoes و IMDb، لكنه رغم ذلك حقق مشاهدات جيدة على نتفليكس.
وإلى الخبر الرابع، في 6 أغسطس تعرضت منصة نتفليكس لواحدة من أكبر الفضائح في تاريخها، حيث تم تسريب عدة أعمال أنيميشن كان من المقرر صدورها قريبا، ومن بينها 5 حلقات من جنتري تشاو فيرسس دي أندر وورلد وفيلم ذات كريسمس المقرر عرضهما في شتاء هذا العام، وفيلم سبيل باوند الذي ذكرناه في أخبار يوليو، وحتى فيلم شمشون المقرر عرضه في 2025. المضحك أن نتفليكس لم تعلق على الأمر إلا بعد فترة من بداية التسريبات التي استمرت 3 أيام كاملة وكانت تزيد يوما بعد يوم، وذكروا فيه أن الاختراق كان من أحد شركائهم في مرحلة ما بعد الإنتاج وأنهم يعملون بأسرع وقت لإزالتها. وما حصل هو كالتالي، شخص ما دخل إلى موقع العاملين في أحد شركات الدبلجة التي تتعامل معها نتفليكس وسرب كل تلك الأعمال. لا أدري كيف فعلها، لكن لن أنكر أني فرحت بهذا، ليس لمشاهدتها لكن برو إنها نتفليكس. من المرجح أن كل التسريبات حذفت من كل مكان الآن، لذا انتظروا صدورها رسمياً. وإلى الخبر الخامس، في 8 أغسطس قررت ورنر ديسكفري إغلاق موقع كارتون نتورك الأم نهائياً. الموقع الذي استمر لأكثر من 25 سنة صار الآن يوجه مباشرة إلى منصة ماكس. بصراحة لا أعرف السبب الحقيقي لإغلاقه، لكن هناك من يقول إنه لتقليل التكاليف، وبالنسبة لي أعتقد أن السبب الأساسي هو قلة الزوار من الجيل الحالي. يعني من ما زال يدخل مواقع القنوات في هذا الزمن؟ سابقاً كان الموقع مليئاً بالألعاب، جدول البرامج، مسابقات، وحتى حلقات جديدة، وكان له قيمة، لكن الآن لم يعد أحد يلعب الألعاب عبر المواقع، والحلقات أصبحت متوفرة بالكامل على منصة ماكس. وأتوقع أن الإغلاق سيشمل مواقع كارتون نتورك في باقي المناطق قريباً. وإلى الخبر السادس، لمحبي سلاحف النينجا، في 9 أغسطس صدرت السلسلة الجديدة Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles على Paramount Plus. السلسلة امتداد لفيلم سلاحف النينجا الذي صدر العام الماضي، وتدور أحداثها بعد 2 شهر من أحداث الفيلم. الأنيميشن في السلسلة يبدو جميلا، خصوصا في مشاهد الأكشن، كما أني أحببت فكرة تغيير الألوان في بعض المشاهد. لم أشاهد السلسلة بعد بصراحة لأرى كيف هي قصصيا، لكن من خلال ما رأيت يبدو أنها ستحافظ على نفس الكوميديا التي تبعها الفيلم، والتي تضمنت إشارات إلى أفلام، مسلسلات، فرق موسيقية شهيرة، وحتى تطبيقات سوشيال ميديا، وهو أمر لا أفضله بصراحة. تقولون هي عبد الرحمن السلاحف مراهقون وهذا منطقي، لكن ليس لدرجة أن يقولوا في مشهد جدي لم أشاهد BTS، أو لنقم بما فعلوه في أتاك أون تايتن للقضاء على الشرير، أو أن يقول الشرير سأنزل هذا على سنابي. هذا الأمر كان موجودا في الفيلم، ولا أعلم إن كانت السلسلة ستكرر ذلك، لكن آمل أن تكون أفضل كوميديا وأن تقدم مشاهد أكشن قوية. من المقرر عرضها بالدبلجة العربية في 29 سبتمبر على قناة نيكلوديون العربية ومنصة OSN+. وإلى الخبر السابع، في 9 أغسطس عرضت الحلقة الأخيرة من الموسم الأول لسلسلة The Fairly Odd Parents and You Wish على قناة نيكلوديون الأمريكية، والتي تحكي هذه المرة عن الطفلة هيزل التي تكتشف أن جيرانها هما كوزمو وواندا، وتبدأ قصتها معهما في تحقيق أمانيها. السلسلة تعتبر إحياءً أكثر من كونها ريبوت، حيث ظهرت معظم الشخصيات الأصلية وهم كبار في العمر مثل كروكر، فيكي، وتيمي. هذا ليس تيمي فعلا، بل سائق شاحنة شبيه به. كذلك بوف الذي غير اسمه لسبب ما إلى بيري. أيضا ممثلا أصوات كوزمو وواندا الأصليان عادا لأداء شخصيتيهما، مع أني لاحظت تأثير العمر على صوت واندا في بعض الحوارات، لكن رغم ذلك كان من الجميل سماع الأصوات الأصلية مجددا. أما تيمي فلم يظهر فعليا، لكنه ذكر في بعض الحوارات والمشاهد. هذا الأمر أعجبني لدرجة أني فكرت بمشاهدة الموسم الأول فقط لأجل تلميحات الأحداث السابقة من السلسلة الأصلية، ويبدو أن نيكلوديون نجحت هذه المرة في إنتاج سلسلة يمكن مشاهدتها. رغم أن الأنيميشن اختلف كليا عن الأنيميشن الأصلي، إلا أنها برأيي تعتبر أفضل بكثير من بنتن وفتيات القوة ريبوت، وحافظت على إرث السلسلة القديمة. لا أعلم ما إذا كانت السلسلة ستجدد لموسم ثان أم لا، لكني أرى أنها تستحق ذلك على ما قدموه في الموسم الأول، وأتمنى أن نرى تيمي في الموسم القادم. ويجدر الذكر أن السلسلة ستصدر بالدبلجة العربية في خريف هذا العام على نتفليكس. وإلى الخبر الثامن،
في 10 أغسطس صدر تريلر الجزء الثاني من فيلم موانا، حيث نرى موانا تتحدث مع شقيقتها الصغيرة التي سنتعرف عليها في هذا الجزء، وتقول لها أن أسلافهم كانوا يطمحون لربط الجزيرة بجميع شعوب المحيط. فتقرر موانا أن تبدأ رحلة جديدة لإنجاز ما بدأوه، وتنطلق في مغامرة عبر البحار البعيدة. الفيلم كان مخططا أن يكون مسلسلا لمنصة ديزني بلس، لكن جعلوه فيلما في النهاية، وهذا يوضح اختلاف أشكال الشخصيات في التريلر عن أشكالهم في الفيلم الأول. من المقرر عرض الفيلم في السينما في 28 نوفمبر القادم. وإلى الخبر التاسع، في 10 أغسطس صدر تريلر فيلم السي جي آي الواقعي موفاسا The Lion King. الفيلم يعيدنا إلى الماضي، حيث نرى في التريلر موفاسا والد سيمبا وهو شبل ضائع، وكيف ساعده أخوه تاكا الذي هو سكار في الانضمام إلى عائلته، ونتعرف أكثر على ماضيهما وكيف تطورت علاقتهما وصولا لأحداث الأسد الملك المعروفة. لكن السؤال الذي دار في بالي بعدما شاهدت التريلر، إن كان سكار هو الوريث الشرعي للعرش، فهل هذا يعني أنه مظلوم ولا يلام على كرهه لأخيه موفاسا؟ عموما، من المقرر عرض الفيلم في 19 ديسمبر في صالات السينما. وإلى الخبر العاشر، في 10 أغسطس صدر تريلر سلسلة Win or Lose، وهي أول سلسلة أصلية من إنتاج بيكسار. السلسلة تروي قصص مجموعة من الأطفال وهم يستعدون لمباراة السوفت بول، وهي لعبة مشابهة للبيسبول لكن تلعب على ملعب أصغر وبكرة أكثر ليونة. السلسلة ستعرفنا على مشاعر كل طفل، خاصة أولئك الذين يفتقرون للثقة بالنفس أو يعانون من مشاكل شخصية. وبصراحة لا أجد فيها شيئا مميزا. أعمال بيكسار عادة تجمع الكبير والصغير، لكن هذه السلسلة تبدو طفولية، والأنيميشن يبدو مكرر ولا يختلف كثيرا عما رأيناه في آخر أفلامهم. عموما، من المقرر عرض هذه السلسلة في 6 ديسمبر على ديزني بلس. وإلى الخبر 11، في 20 أغسطس صدر تريلر سلسلة الأنثولوجي للبالغين Secret Level. ما هي سلاسل الأنثولوجي عبد الرحمن؟ سلاسل الأنثولوجي عبارة عن مجموعة من الحلقات غير المترابطة، وكل حلقة تعد مستقلة بذاتها وكأنها فيلم قصير. ستحكي هذه السلسلة 15 قصة مستوحاة من ألعاب الفيديو الشهيرة، ومن أبرزها ميجامان، باكمان، وعناوين مختلفة من بلاي ستيشن. من المقرر عرضها في 10 ديسمبر على منصة برايم فيديو، وأنا متحمس لمشاهدتها. وإلى الخبر 12، تذكرون فيلم 5 بئر النسيان يا جماعة؟ في 23 أغسطس صدر الفيلم رسميا في صالات السينما الجزائرية بعد الكثير من التشويق والتأجيل. الفيلم الذي كنا ننتظره منذ عرض أول تريلر له في 2022 ها قد صدر أخيرا. حسنا، كنت سأقول أني لن أتمكن من مشاهدته لأني لست في الجزائر، لكن خمنوا ماذا؟ فريق 5 أعطانا نسخة من الفيلم بشكل رسمي كي نراجعها لكم، وكل هذا بفضل دعمكم على الفيديو الأول. لذا أقول لكم اشتركوا في القناة وترقبوا مراجعتنا لفيلم 5 بئر النسيان قريبا جدا. والآن إلى الخبر 13 والأخير، في 23 أغسطس صدرت الحلقة الأخيرة من الكرتون المستقل Murder Drones على قناة Glitch على يوتيوب. ولمن لا يعرف، Glitch هم نفس الفريق المستقل المسؤول عن إنتاج The Amazing Digital Circus. Murder Drones يحكي عن روبوتات تعيش بعد انقراض الحياة على أحد الكواكب، حيث كانت هذه الروبوتات في الماضي تعمل لصالح شركة معينة، وبعد أن خرجت الروبوتات عن سيطرة الشركة أرسلت نوعا جديدا من الروبوتات لتدميرها، وبذلك يتطور صراع بين الروبوتات التي تسعى للبقاء وتلك المرسلة للقضاء عليها. وعلى عكس Digital Circus، يتميز Murder Drones بأسلوب جاد وخال من الكوميديا كأنه النسخة المظلمة منه. بالمجمل كان العمل جيدا واستمتعت بمشاهدته، لكني كنت آمل في نهاية أكثر روية. أيضا لقد شاركت في دبلجة النسخة العربية الرسمية منه بدور ثاد برفقة العديد من الأصدقاء، وبإمكانكم تفقد الدبلجة باختيار اللغة العربية في إعدادات الصوت على الحلقات على يوتيوب. وقبل أن أنسى، ذكرت في فيديو أخبار الشهر السابق أن مخرج النسخة العربية لديجيتال سيركس هو فيصل. حسنا، بالفعل فيصل شارك في إخراج الحلقة الأولى، لكن المخرج الرئيسي هو فخر الدين رجب، جل من لا يخطئ. على أي حال، سنحاول تنزيل الأخبار كل شهر كما كنا في السابق. كان هذا كل ما لدينا لهذا الفيديو من أنيميتس. كان معكم عبد الرحمن الطيب، ونلقاكم في الفيديو المقبل. إلى اللقاء.